Exercise 2, page 236, بالسمارت بوك. It's given that ABCD is a parm of center O, is a parallelogram. Parm is the abbreviation of parallelogram. معطينا الـ ABCD هو parallelogram. تلقائياً نحن بدرس الفكتورز لازم نعرف مثلاً vector AB equal vector DC و vector DA equal vector CB و vector AD equal vector BC و vector BA equal vector CD. مش هيك؟ كلهم هاو فيكتور كمان A O equal vector O C و vector D O equal vector O B بده يكون same sense و same direction و same magnitude. هلا معطينا هو A E equal D A. ال A E هلا فيش عنا E هون بس ال A E بده يرسمه مثل ال D A. ال D A جاي هيك ال D A جاي يطلع ال A E بده يكون كمان يطلع. عرفت شو؟ فإذا ال D A جاي هيك ال D A هيك ال A E كمان مثله لفوق. فإذا مطول الـ DA بس بدها تكون الـ AE مثل الـ DA. مهني الـ AE والـ DA same direction. شنو same direction اتفقنا؟ يعني يا parallel يا confounded. بس في نقطة مشتركة بيناتهم يعني مستحيل يكونوا parallel. فالـ AE والـ DA لازم يكونوا شو confounded. لازم طول أني هلا الـ DA لفوق. لازم طول الـ DA لفوق يكون نفس المسافة. يعني هلا هيدي لازم اسويها بالمسطرة يعني بس لانه حامل التليفون مش رح اقدر اسويها. هاي رح اسميها AE equal DA. هاي الـ AE بتساوي الـ DA. الـ AE هيك والـ DA هيك اثنيناتهم طلع و same direction لانه على نفس الخط و same magnitude لانه قد بعض. كمان عندنا CF بدي انتبه هلا A vector AE equal vector DA بس الـ DA بيساوي فيكتور تاني. من هو بيساوي الـ CB vector CB. يعني الفكتور اي اي بيساوي فكتور سي بي. نحن قلنا اذا عندنا تو ايكوال فيكتورز شو بيعطونا؟ بيعطونا بارولوجرام. فاذا هون صار في عندي بارولوجرام جديد. يعني بس برهن تو ايكوال فيكتورز ما عادش بحاجه برهن تو اوبوزيت سايدز ايكوال ان بارلل او اول اوبوزيت سايدز ار بارلل او اول اوبوزيت سايدز ار ايكوال او دياجونالز هاف سيم ميد بوينت. بكفيني تو ايكوال فيكتورز. الاول فرع عم يقول لي درو ذا فيجر. رسمت الاي بعد اللي كمان السي اف بدها تكون قد الاو سي. هيدي الـ OC هيك هو CF equal OC vectors. يعني بده يكونوا same direction و same magnitude و same sense. same direction قلنا يعني يا parallel على بعض يا confounded بس لأنه في حرف مشترك اللي هو C يعني أكيد هن confounded. الـ OC هيك CF مثله بده يكون هيك. ماشي رح طول. فإذا أنا الـ OC هيدي هي شو الـ F. طيب بحط انا هون انه هيدا الخط قد هيدي اللي هم والاو سي كمان بتساوي الاي او. ماشي هلا ماشي صاروا عندنا هون رسمنا الفيجر. بروف ذات اي بي ايكوال اي سي. انا بدي برهن الفيكتور اي بي بيساوي الفيكتور اي سي. نحن اذا برهنا الاي اي بي سي بارم بصير عندنا الفيكتور اي بي ايكوال فيكتور اي سي. راح برهن انا الاي اي بي سي از ا بارم. عندنا نحن الفيكتور دي اي بيساوي الفيكتور اي اي والفيكتور دي اي بيساوي فيكتور سي بي. سو اي اي فيكتور ايكوال سي بي فيكتور ذن اي بي اي اي بي سي از ا بارم. سو اي بي فيكتور ايكوال اي سي فيكتور. هلا قد بس عرفت شو. هلا رح اقول له انا انه دي اي ايكوال اي اي دي اي ايكوال اي اي. شو عرفنا جيفن هو معطيني اياها فوق هي and DA equal CB أو and ABCD is a parm. ABCD is a parm given then إذا ABCD is a parm then DA equal CB. DA equal CB طلعوا بها وبها by comparison. هون دي اي هون دي اي هون اي اي هون سي بي. يعني الاي اي ايكوال سي بي عشان اثنيناتهم بيساوي الدي اي. ذن اي اي ايكوال سي بي. هلا طلعوا بالرسمي اذا الاي اي ايكوال سي بي فيكتور بيعملوا بارولوجرام. هول هي اي اي تو ايكوال فيكتورز بيعملوا بارولوجرام. اي اي وسي بي بيعملوا بارولوجرام. بوصل انا الاي بالبي هي صار عندنا بارولوجرام اي اي بي سي. يعني فيني اول صارت الاي بي ايكوال اي سي. هلا لازم اقول له انا اول شيء انه الاي اي بي سي از ا بارم ذن
A E B C is a farm. Then صارفينه يقول إنه E B vector equal A C vector. هيدي هي مش الحال. فإذا أرجع عيدها بسرعة، عم يقول لي هو برهن ال A C vector equal A B vector. قلت أنا لازم برهن ال A E B C is a bar ما يصير فيني يقول عنا two equal vectors بقلبه. هو معطيني vector D A equal vector A E، وأنا بعرف ال vector D A equal vector C B because it is given that A B C D is a bar. فبيصير عنا ال vector A E equal vector C B، فبيصير ال A E B C is a parallelogram by two equal vectors. So vector AB equal vector AC. هلا prove that OF equal OC. بدي برهن ال OF equal، لا في غلط، نقل غلط أنا لك. OF equal AC. بدي برهن OF equal AC. هيدي ال OF وهيدي ال AC. بكل بساطة ال AC بتساوي مرتين OC عشان ال omit point لل AC. مش هيك؟ قولوا نحن هون هو معطينا ال A B C D is a form of center O. Then ال O هي midpoint is the midpoint of A C. لل A C ولا D B، بس أنا عم بحكي عن A C هون. Of A C. Then ال vector AC بيساوي مرتين ال vector AC، لك ال AC نزول من ال A لل C نزول، كمان لازم يساوي مرتين vector نزول. غلط قول CO لأنه CO طلوع، OC نزول 2OC. ماشي. نفس الشيء ال OF ما ال شو هو معطيني ال O، معطيني هو شيء عن ال F ور CF equal OC. إذا CF equal OC ما معناته C mid point كمان، ها؟ And CF equal OC given then بتكون C midpoint لمين؟ لل OF. بهالحالة إذا C midpoint لل OF صرفينا نستنتج إنه ال OF بيساوي مرتين شو؟ ال OF vector OF بيساوي مرتين vector OC أو مرتين vector CF. بس أنا لأنه اللي فوق أخذت ال AC عملت أن relation مع ال مع ال OC، قلت AC equal to OC. ال OF فيني أقول مرتين OC أو مرتين CF، رح أقول مرتين OC equal to OC، هيدي equal to OC وال AC equal to OC. then ساعتها صارت ال AC equal OF equal اثنيناتهم بيساوي 2OC. هيدي هي. نجي للبارت الثالث. EF and OB intersect at K. ال EF وال OB intersect at K. هيدي ال EF وهيدي ال EF وال OB هي هون. رح وصل ال E بال F. يا عيني هلا على المصيف بلا مصدر. ان شاء الله يمشي حالها. هاد ال EF وصلتها وال OB بيتقاطع بنقطة اسمها K. شو السؤال هون؟ عم يقول show that k هي midpoint للي اف، برهن انه الk midpoint للي اف. اها يعني هون نبرهن k midpoint للي اف، كأنه عم يقلنا هو ما نبرهن اول شيء parallelogram. ليك خليني اعلمه بالاحمر للparallelogram اللي انا بدي برهنه. هذا هو البارالوجرام. إذا برهنت هذا الـ EBFO is a parallelogram بيصير يعني diagonal self same midpoint، وبما أنه هن ملتقيين بالK يعني الK midpoint بتصير للـ OB ولل EF. رح برهنها بالفكتورز. نحن قبل شوي برهنا الفكتور EB equal لأي فكتور؟ equal للفكتور AC. وكمان بالفرع الثاني برهنا الفكتور AC بيساوي شو؟ فكتور OF. طيب إذا الفكتور AB إذا فكتور EB equal vector AC and vector AC equal vector
OF, then vector EB equal vector OF. إذا الفكتور EB equal vector OF بصير عندي هيدا parallelogram يعني diagonals meet at their midpoint. هيدا هو الحكي. رح اكتب هلا رح اقول له انه بسم الله الرحمن الرحيم رح نقول له انه عندنا ال EB equal AC proved before. AB equal AC proved. And برهنا كمان ال AC vector AC equal vector OF. And vector AC equal vector OF كمان proved. ساعتها بتصير EB equal OF. Then vector EB equal vector OF. Two equal vectors شو بيعطونا؟ Vector EB equal vector OF بيعطوني parallelogram اسمه EBFO. Then EBFO is a par by two equal vectors. ماشي by two equal vectors. طيب طالما هو par then its diagonals شو اسمهم الدياجونالز تعوليته؟ اسمهم EF and BO. EF and BO meet at their midpoint. رح يلتقوا بالmidpoint لإلهم مش هيك؟ بس هني وين ملتقيين؟ ملتقيين بالK. But EB عفوا EF and EB and BO meet at K, then K بتصير midpoint للي F will be O. Then K is the midpoint of EF and BO. هو طالب من أمبر هنا لمن للي F. خلاص وصلنا له. هي صارت midpoint للي F will be O. Hence very point. برهنة ويعطيكم العافية. رح اعمل انا هيك اثبت الصورة بلكو انتو حبيتوا تاخدوا سكرين شوت كرمال تقولوها اسهل عليكم ويعطيكم الف عافية.